بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم اعزائي المشاهدين في حلقه جديده من قناه المهندس هاسم نبيل. النهارده هنتكلم على موضوع حساب التكييف المناسب للغرفه بتاعتك. يعني في ناس كتير مش ما بتعرفش تحسب التكييف بتاعي اجيبه كام طن للغرفه دي، ما عندهمش خبره. تيجي تبص تلاقي نفسك جبت تكييف صغير مش هيدي الكفاءه المطلوبه للغرفه، وممكن تجيب تكييف كبير هيستهلك لك كهرباء عاليه، وهي طبعا كلها تكلفه ماليه وهكذا. ففي الحلقه بتاعتنا خليك انت بنفسك تختار التكييف بتاعك وتعرف قدره التكييف للغرفه بتاعتك ازاي. لا هتحتاج لشخص تعتمد عليه، ولا لاي شخص يقعد زي ما بيقولوا كده يفتي ويقول لك والله لا ده الحجم المناسب طن، الحجم المناسب 2 طن. فاحنا نخش على طول في المعادله، بسيطه جدا وسهله جدا، انت بنفسك تقدر تحسب حجم التكييف بتاعك. اتمنى تدعمونا الاول بالاشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان يصلكم حلقاتنا باذن الرحمن. طيب اللي انت هتحتاجه عشان تحسب حجم المكيف للغرفه بتاعتك، طول الغرفه في عرض الغرفه في ارتفاع الغرفه، يعني انت هتحسب حجم. فمثلا هنقول مثلا لو انت عندك غرفة ارتفاعها مثلا 3 متر وطولها 9 متر وعرضها 5 متر، يبقى انت عندك 5 و9 و3. المعادلة بتقول ايه؟ بتقول انا بحسب حجم الغرفة بضرب طول في عرض في ارتفاع في 300 او في 250. ال 300 او ال 250 ده رقم ثابت اللي هو يعتبر وحدة تبريد المكيف في المتر المربع الواحد، تمام؟ فال 250 بضربها في الحجم بتاع الغرفة في حالة لو أنا عندي الغرفة فيها شباك، أكتر من شباك، أو متتعرض للشمس. لو الغرفة عندي ما تتعرضش للشمس أو ما فيهاش شمس كتير بتضربها في 300، يبقى طول في عرض في ارتفاع في 250، وبعد كده بتقسمها كل الناتج ده بتقسمه على 12000. ال 12000 دي بتشير الى حجم المكيف اللي هو الطن الواحد. فلو قلنا 3 في 9 في 5 في 300 مثلا، تمام، على اساس الغرفه الجو بتاعها معتدل هيدينا مثلا 40500. ال 40500 دول لو قسمتهم على 12000 هيديك 3 طن. يبقى انت كده عرفت ان الغرفه بتاعتك عايزه 3 طن. لو انت مثلا عندك الغرفة 2 متر في 5 متر في 3 متر ارتفاع، وجيت ضربتهم وبعد ضربت يبقى جبت كده حجم الغرفة وضربتهم مثلا في 250 على اساس الغرفة فيها شبابيك، وبعد كده قسمتهم على 12000 اللي هو حجم المكيف او الوحدة بالطن، تمام، هتبص هتلاقي اديتك 8 من 10. طبعا انت بتقربها لاقرب رقم هيديك 1، يعني 1 طن. بكده انت تقدر تحسب المكيف او حجم المكيف بالطن، تمام، لاي غرفه عندك في المنزل. لا هتحتاج لشخص ولا هتحتاج لاي حد يقول لك انت بتحسبها ازاي. يبقى طول في عرض في ارتفاع في 250 على 12000 بيديك حجم المكيف بالطن. شوف بقى كل غرفة يقدر يحسب حجمها، تمام، وضربها في 250 وقسمها على 12000 هيديك حجم المكيف بالطن. المعلومة دي سهلة وبسيطة، لا هتحتاج حد يفتيلك ولا فني ولا تكنيكال ولا أي حاجة، احسب حجم مكيفك للبيت بنفسك. أتمنى الحلقة تكون عجبتكم، حلقة بسيطة بس جميلة ومفيدة جدا. وما تنسوش تدعمونا بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلكم حلقاتنا بإذن الرحمن. وأي استفسار أتمنى كتابة على تعليقات الحلقة، وإن شاء الله بنرد عليها، ويومكم سعيد.